السيدات والسادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل احتفالية ستار سكريبرز نسخة الدراما، الحدث السنوي الأضخم والذي سيتم إقامته لأول مرة في مدينة العالمين الجديدة، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين كل في مجاله، بهدف بكل تأكيد دعم الصناعة المصرية، صناعة الدراما المصرية من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن ومثلوا مصر في المحافل الدولية. ونظرا لقوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي، فقد قررت إدارة الحدث افتتاح أولى دورات ستار سكريبرز باستضافة النسخة الثانية والاستثنائية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 وتحت عنوان 60 سنة دراما. والآن نبدأ مع حضراتكم مع السلام الجمهوري والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، تعاونت نقابة المهن التمثيلية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي إحدى أكبر الكيانات الوطنية لإطلاق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والاستثنائية تحت عنوان 60 سنة دراما، خلال احتفالية ستار سكريبرز نسخة الدراما لتكريم الفنانين المتميزين من صناع الدراما المصرية. وشهدت النسخة الأولى مشاركة ضخمة من الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، ونال المهرجان اهتماما ومتابعة ضخمة ونجح في تحقيق الهدف منه وهو تشجيع استمرار ريادة الفن المصري. النهاردة هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان ومفاجآت النسخة الجديدة. وأول مفاجأة هي أن المهرجان هيكون ضمن فعاليات ستار سكريبر أوردز نسخة الدراما، وهو الحدث الأضخم واللي بيحصل لأول مرة لتكريم رموز الوطن من المبدعين واللي لمعوا وأصبحوا علامة وستار سكريبر. الآن رحبوا معي بالفنان الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما. ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم للمهرجان. والأستاذ جورج متري الرئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز. هنبدأ مؤتمرنا النهاردة بكلمة الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وهنتعرف على كل ما هو جديد وأبرز الملامح للدورة الثانية والاستثنائية جدا من المهرجان تحت عنوان 60 سنة دراما، وأهمية إقامة المهرجان كل عام لتكريم أفضل الأعمال الدرامية. رحبوا معي بدكتور يحيى الفخراني. مساء الخير عليكم جميعا. أنا مش هتكلم المرة دي على المهرجان لأنه هو في وقته إن شاء الله يوم 24 أكيد ربنا هيلهمني أقول إيه يعني، لأنه هو كل حاجة معروفة عن مهرجان الدراما. لكن هو الأهم دلوقتي إن أنا بما إن ده مؤتمر صحفي والصحفيين موجودين، فعايز أقول لهم حاجة مهمة جدا، إن أنا بعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموما، بشرط أن يكون في صدق ولا مجاملة، والهدف الرئيسي هو ازدهار الفن الدراما سواء دراما أو سينما أو ما خلافه. احنا كنا نسمع زمان على فكرة أن الممثلين كانوا لما يعملوا العرض المسرحي
يقعدوا يسهروا طول الليل لغاية ما يشوفوا الجرايد الصبح. ده زمان. فقد ايه كانت الجرايد دي مهمة بالنسبة لهم، لأن بتقول الحقيقة. للأسف الشديد حصل يعني حصل مجاملات وناس بوظت المهنة بشكل أو بآخر. أنا أرجو، لأن ده أساسي، فأنا بأرجو الصحفيين هم موجودين معنا الحيادية التامة والإيجابية. يعني مش إيجابية أنك تقول إن العمل ده كويس ولا وحش، لكن لا، تقول بصدق ده إيه. لأن الحقيقة أنت لو اعتمدت 100% على رأي الجمهور ممكن ما يبقاش 100% مفيد بالنسبة للفنان، لأنه أوقات حسب الجمهور شكله إيه، وحسب أنت بقى عايز توصل بإيه للعمل الفني. عايز تعليه ولا عايز تمشي وراء ذوق الجمهور اللي قد يكون في بعض الأحيان مش يعني مش عايز طبعا عشان يعني أقلل من رأي الجمهور. عشان كده في المهرجان السنة دي عملنا جايزتين، جايزة لين التحكيم وأيضا جايزة للجمهور، أنه يقدر الجمهور عمل جماهيري ياخد جايزة، لأنه ده مش قليل برضه. بس أنا مش عايز يعني أخد من وقتكم، لكن أنا هسيب أنتوا اللي تاخدوني والأسئلة بتاعتكم تلهمني ان الواحد يتكلم في ايه صح يعني، ونفيد كلنا الدراما المصرية ان شاء الله. تفضلوا. طبعا فنان دكتور يحيى الفخراني، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الكلمة، ومرة اخرى اسمحوا لي اني اجدد الترحيب بفنان دكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، ودكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الهام شاهين عضو لجنة التحكيم للمهرجان، والأستاذ جورج متري رئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز، وأيضا السيد جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي. بجد الترحيب حضراتكم. مهرجان القاهرة للدراما احتفل السنة اللي فاتت بأبرز القامات الفنية اللي ساهمت في الدراما المصرية. السنة دي في مفاجآت جديدة هنعرفها من دكتور أشرف زكي، وهنعرف كمان دور النقابة في التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتنظيم والترويج للمؤتمر في مدينة العالمين الجديدة، وبالأخص خلال احتفالية ستار سكريبرز أوردز نسخة الدراما وتحت عنوان 60 سنة دراما مصرية. تفضل. شكرا. برحب بحضراتكم طبعا، ويعني انا بس عايز اقول مقدمه كده، شهاده حق وشهاده صدق للي احنا فيه. يعني انا بصراحه يعني قبل ما اجي العالمين الجديده وقبل ما اشوف يعني ما كنتش مصدق. فبقالي كم يوم كده عايش هنا، حاجه فوق الخيال. احنا في مكان فوق الخيال. يعني الحمد لله ان مصر تشهد يعني هذه النقلة الكبيرة بوجود مدينة العالمين الجديدة بسحرها بجمالها، الزحام الشديد، الحفلات اللي نجحت عبر المهرجان، وانا حضرت وولادي حضروا، اصدقائي حضروا، وكان الحشد الجماهيري كبير، اقبال شديد جدا على مدينة العالمين. فيعني احنا بنفخر كمصريين ان احنا عندنا هذا الصرح العظيم في بلدنا. يعني بجد دي شهادة حق وشهادة صدق. احنا باختصار شديد يعني لما جت لنا فكرة المهرجان ورحت عرضتها على الدكتور يحيى الفخراني، هذا النجم الكبير، واللي ما تأخرش لحظة انه يوافق على رئاسة هذا المهرجان. ثم ذهبت بهذه الفكرة إلى الشركة المتحدة، وقابلت الأستاذ عمرو الفقي والأستاذ جمال صلاح وكل الفريق الموجود في بي أو دي والشركة المتحدة، اللي رحبوا ومن أول لحظة قالوا يلا إحنا معاكم وكل الإمكانيات موجودة. وعشان كده أنا بقول لهم إن يعني
كلمات الشكر قليلة بل وعاجزة إن تديكوا حقكم لوقوفكم معانا، لأن إحنا كنا في أشد الحاجة كنقابة لتنظيم مثل هذا المهرجان اللي الحمد لله يعني ولد كبيرا، ولد يعني بنجاحات كبيرة جدا جدا جدا. فطبعا الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لوجود دكتور يحيى الفخراني على رأس هذا المهرجان والدعم الشركة المتحدة وبي او دي، وبشكر الأستاذ عمرو الفقي وبشكر الأستاذ جمال وبشكر كل الفريق اللي شغال معانا من الشركة المتحدة. طبعا يعني هذه النسخة هذا العام نسخة استثنائية، واسمحوا لي أن أتقدم بشكر السيدة ملك العشيري يعني صاحبة المجهود العظيم، هي أستاذ جورج وكل فريق العمل، لأنهم الحقيقة عاملين مجهود عظيم جدا 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 ومبهر. وإحنا يعني بنتكلم لما شفنا ولما لمسنا ولما رحنا ولما احتكينا بهذه النجاحات العظيمة، فبشكرك جدا 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 وبشكر أستاذ جورج. وإحنا باختصار زي ما قال دكتور يحيى الدورة دي بعنوان 60 سنة دراما. احنا بقالنا 60 سنة منذ انطلاق اول عمل، يعني قد في عمل مش كبير قوي، لكن العمل الكبير اللي احنا وثقناه هو مسلسل هارب من الايام للمخرج العظيم الراحل استاذنا نور الدمرداش. ومن سنة 62 النهاردة احنا بنحتفل بمرور 60 سنة على الدراما المصرية التي جعلت من مصر هوليود الشرق، وجعلت الفن المصري هو الفن الرائد في المنطقة العربية. فبنحتفل ب60 سنة من عمر الدراما المصرية، وهيبقى في محطات رئيسية في المهرجان وتكريمات لرموز أعطت وأبدعت وشكلت وجدان الأمة العربية بإبداعاتها، من ممثلين أو مخرجين أو كتاب أو كتاب السيناريو أو المصورين أو كل المجالات المختلفة في صناعة الدراما. لأن مهم جدا أن احنا نقول لصناعة الدراما عبر 60 سنة جعلوا من مصر هوليود الشرق، نقول لهم شكرا ونكرمهم أو نكرم بعضهم، سواء كانوا يعني عايشين معانا أو حتى لو كانوا من الراحلين، حتى نذكر أسمائهم ونكرم أسمائهم كرد لهذا الجميل وعرفان بما قدموه لمصرنا الحبيب. زي ما الدكتور يحيى قال إن إحنا المسابقة السنة دي بقت شقين، شق لجنة التحكيم، وموجودة النجمة الكبيرة الأستاذة إلهام شاهين هتتكلم باسم لجنة التحكيم، وشق آخر وإحنا فتحنا استفتاء للجمهور. الجمهور أيضا هيقول رأيه ويقول شايف مين أحسن ممثل أحسن مسلسل إلى آخره، ونعلن النتيجتين في الحفل إن شاء الله يوم 24 أغسطس إن شاء الله هنا، حيث يلتقي المبدعون والفنانون وصناع الدراما وجمهور برضو من عشاق الدراما المصرية. الدورة الحالية احنا كنا وعدنا، كان دكتور يحيى في كلمته العام الماضي وعدنا ان احنا ندخل الاعمال مش كلها الرمضانية، يعني مش رمضان فقط، لا هناخد الاعمال التي قدمت يعني خلال الموسم من رمضان لرمضان. وبالفعل لجنة التحكيم وحتى استفتاء الجمهور هيشتغل على هذا النطاق، ان في ممكن يبقى جايزة احسن مسلسل او ممثل الى اخره، مش شرط يكون عمل رمضاني، ممكن يكون عمل كان خارج رمضان. الحاجة التانية ان احنا كنا وعدنا العام الماضي ان يكون المهرجان مستقبلا عربيا، واحنا ما زلنا عند وعدنا، ولكن لم نتمكن طبعا في الدورة دي طبعا، لان احنا يعني خلي بالكم عشان نشارك في التظاهرة العظيمة في العالمين احنا يعني بدرنا شهرين، وده طبعا يعني خد مننا مجهود كبير وكسفنا جهد كبير، لكن ان شاء الله قد تكون الدورة القادمة او بعد القادمة المهرجان عربيا ويشمل كل الاعمال.
زي برضو ما قال الدكتور يحيى في انتظار الأسئلة، ويمكن أنا اديت يعني رؤية إلى حد ما عن ملامح المهرجان، وننتظر أسئلة حضراتكم وشكرا لكم. شكرا لحضرتك. طبعا بنشكر دكتور أشرف زكي جزيل الشكر على هذه الكلمة وأيضا على هذا الإعلان الهام عن مهرجان القاهرة للدراما. حينه قدم مهرجان القاهرة للدراما العام الماضي جوائز لكافة عناصر العمل الدرامي من خلال لجنة تحكيم تضمنت مجموعة من الخبراء ونجوم كبار. هنعرف كل التفاصيل عن جوائز السنة دي من خلال الفنانة إلهام شاهين. مساء الخير عليكم وبرحب بيكم جميعا، وسعيدة جدا ان انا بأشارك في لجنة تحكيم في دورة استثنائية جدا للمهرجان. اولا دورة استثنائية لان في مناسبة هامة، مرور 60 عام على الدراما المصرية اللي يعني اللي وصلت اللهجة المصرية للعالم العربي كله، يعني كلهم قوي ان احنا نقول نتكلم مصري، لان احنا الدراما المصرية لينا عمر طويل معاها والسينما المصرية، فاللهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الأعمال الفنية سواء دراما تلفزيونية أو السينما. فده اللي خلى مصر ليها الريادة دائما، ومصر طبعا هي الأم لكل الوطن العربي ده بالتأكيد. وإحنا السنة دي المهرجان خاص بالأعمال المصرية، بس أنا أتمنى فعلا أنه يبقى المهرجان دولي مستقبلا، ويبقى فيه من كل الوطن العربي يشاركونا. الاستثناء كمان ان احنا اول مرة بنعمل مهرجان في العالمين، يعني مهرجان فني في العالمين. وانا اتمنى ياريت ان كل الزملاء والزميلات، يعني نداء من خلالكم انهم يكونوا موجودين في هذا المهرجان عشان نحتفل ونفرح كلنا بالدراما والفن المصري الجميل والدراما اللي عمرها 60 سنة. اكيد احنا مش بنحتفل بس بالاعمال اللي اتعرضت السنة دي، الاحتفالية لستين سنة، فكل الفنانين اكيد شاركوا. فاتمنى انها تبقى تظاهرة كبيرة جدا، والمكان الحقيقة رائع وجميل. يعني انا حكولي قبل ما نبدأ ازاي هتبقى شكل الحفلة، ومتوضبة على مستوى عالي جدا، الشياكة والديكورات وعلى البحر. وعلى البحر عايز اقول للستات عشان بيقلقوا على البحر يقولك يا ما نلبس كعب عالي، لا احنا مش هنبقى على الرملة، ما تقلقوش، فلبسوا براحتكم يعني سواريهات وكعب عالي. بس انا نفسي حقيقي ان كل الفنانين والفنانات يبقوا موجودين، نفرح بفننا ونفرح ببلدنا، نفرح بمصر قد ايه كل يوم بقى فيها شيء جديد وجميل وبنفتخر بيه قدام العالم كله. والعالم كله دلوقتي عينيه على مصر، يعني ان كل الاشياء الجديده والجميله والمناطق الجديده السياحيه اللي اتفتحت في مصر. فاحنا اكيد مشجعين جدا لمدينه العالمين، وبنتمنى لها انها تبقى يعني من اهم الدول في العالم، لأنها حقيقي تستحق ده. اللجنة طبعا معايا أساتذة كبار جدا، طبعا الفنان الكبير كريم عبد العزيز الصديق العزيز، وأستاذ عبد الرحيم كمال الكاتب، والمخرج جمال عبد الحميد، والناقد طارق الشناوي. لجنة الحقيقة تقيلة جدا، يعني قوية، يعني كل الأسماء يعني على مستوى عالي جدا. فأنا سعيدة أن أنا أكون واحدة من الأساتذة اللي موجودين في اللجنة. ومهمتنا صعبة جدا لأن الأعمال كتير قوي، والنجوم والنجمات كتير قوي، وكتير منهم يستحق جوائز، وكتير من الأعمال تستحق جوائز. يعني أنا بهني كل اللي قدم أعمال السنة دي في 2023 سواء اتعرضت في رمضان أو اتعرضت خلال العام، لأنه فعلا في مستوى متميز جدا. وإحنا بجد في حيرة، لأن لما تقال طب بلاش رمضان بس يبقى طول السنة، فبقت الأعمال كتيرة قوي وكلها تستحق. يعني إحنا عايزين نضيف جوائز على الجوائز. أنا أتمنى أن يبقى يعني في مناصفة وفي أكتر من جائزة، يعني نفس الجائزة ممكن تعطى لأكتر من فنان أو لأكتر من عمل، لأن حقيقي يعني في أعمال كتير جميلة ورائعة. وسعيدة طبعا بجائزة الجمهور، لأن دي فكرة رائعة،
لان في اعمال اخذت جماهيريه واسعه كبيره جدا على مستوى يعني العالم العربي وكل الجاليات العربيه حتى في كل مكان في العالم، فيستحقوا جوائز حقيقي. الدراما المصريه مشرفانا والفن المصري دايما مشرف اسم مصر، وبتمنى من كل قلبي لهذا المهرجان النجاح. ومش عارفة هل احنا كل سنة هنبقى في العالمين ولا هو ممكن يبقى السنة دي؟ لا دي سنة مميزة جدا يا جماعة، فيعني أرجو من كل الفنانين التواجد واتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله تبقى دورة ناجحة جدا، وتحت أمركم في أي أسئلة. طبعا بنشكر الفنانة إلهام شاهين وبأحيي حضرتك على هذه الكلمة، شكرا جزيلا لك. أنا عايز أضيف حاجة بس لكلام إلهام على حكاية العالمين، يعني هي مش بدعة، يعني بداية من كان طبعا المكان فيه تلازم بين السياحة والفن حقيقي، فكان برضو تعامل ده وكان الكوت دازور طبعا. احنا عندنا هنا اماكن رائعه، مصر جميله قوي. انا على فكره مفاجاه بالحقيقه بالعالمين، واختيار هايل ما شاء الله، وربنا وعندنا كتير جدا، فاتمنى ان كل مهرجان يبقى في مكان مختلف ان شاء الله. حقيقي فعلا يا بعيد كلام دكتور يحيى، هو اختيار رائع، واتمنى ان ما تبقاش سنه واحده، تبقى سنين كتير نعمل المهرجان في العالمين. الساحل الشمالي الحقيقه كله بقى يعني مكان رائع، يعني كل الناس متجهه ليه، والمهرجانات الفنيه حقيقي هي زي ما هي دعايه للفن والثقافه، هي دعايه كبيره للسياحه. يعني فعلا مهرجان كان كلنا عرفنا كانوا بقت اشهر من باريس العاصمه لان اتعمل فيها مهرجان سينما. ايطاليا عامله برضو مهرجان في فينيسيا، لانه برضو فينيسيا على الميه على البحر، فيا ما عملوش يعني المهرجان الكبير بتاعهم ما اتعملش في روما العاصمه لكن اتعمل في فينيسيا. فبلاد كتير جدا الاماكن اللي على بحر بتبقى يعني اماكن سياحيه مهمه، واحنا الفنانين عينينا بتحب الجمال، يعني عايزين نيجي نشوف الجمال ونشوف البحر. فطبعا يعني دي دعوة لينا كلنا، ودعوة الدكتور أشرف لو نقدر يبقى في أكتر من سنة في العالمين ليه لأ، يعني إن شاء الله إن شاء الله. كلنا بنضم صوتنا طبعا لصوت حضراتكم بكل تأكيد. وحقيقي شكرا للشركة المتحدة على اهتمامها بهذا المهرجان والمجهود الكبير اللي بتعمله من أجل إنجاح المهرجان وإنجاح الدراما المصرية ورفع اسمها في الوطن العربي عاليا جدا. بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. وبالحديث عن صناعة الدراما المصرية يجب أن نتوقف ونشير إلى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة وطنية وصرح كبير يضم كفاءات في شتى مجالات العمل الإعلامي وصاحبة الفضل في ريادة الدراما المصرية. أيضا هي جزء أساسي ورئيسي في معركة الوعي اللي بتخوضها مصر على كافة المستويات الفنية والثقافية، وبالطبع تعتبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي المحرك الأساسي للعمل الدرامي في مصر، سواء على المستوى الإنتاجي أو من خلال جهودها لإبراز قوة مصر الناعمة. حول دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدراما المصرية نستمع الآن لكلمة الأستاذ جمال صلاح نائب رئيس شركة نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD. اتفضل. شكرا جزيلا. اولا انا مبسوط طبعا ان انا وسط كوكبه يعني من النجوم الكبار دكتور يحيى الفخراني ودكتور اشرف زكي والهانم الهام شاهين طبعا والاستاذ جورج متري. الحقيقه كمان عايز اشكر مجلس نقابه المهن التمثيليه، هم مشرفينا هنا هوت على الدور الكبير الحقيقه اللي عملوه ابتداء من الدوره الاولى. انا طبعا دكتور اشرف ودكتور يحيى والفنانه الهام شاهين قالوا كل حاجه. أنا أحب أرجع بس السنة فاتت كده لما دكتور أشرف جالنا في الشركة المتحدة عشان كان عنده حلم أنه يعمل مهرجان يمثل الدراما المصرية العظيمة، مهرجان يليق بيها. والحقيقة يعني دكتور أشرف لما جه وبعد لما عرض الفكرة كان تصوراته ممكن تبقى في هذا النطاق.
الحقيقة المتحدة خدت قرار ساعتها الأستاذ عمرو الفقي قال لأ، لما هنعمل حاجة لازم نعمل حاجة تليق بمصر وتليق كمان بالشركة المتحدة وتليق بالفن المصري. فالحمد لله النسخة الأولى من المهرجان كانت نسخة موفقة وعظيمة. اللي شجعنا كمان أكتر لما حركة الدكتور أشرف لما جيت قلت الدكتور يحيى الفخراني يوافق على انه هيبقى رئيس المهرجان. الحقيقة الحماس عندنا في الشركة المتحدة وفريق شركة بيو دي كان يعني غير مسبوق وغير موصوف. وتخيلنا ان احنا مثلا هنقابل دكتور يحيى مثلا مرة او مرتين في خلال فترة الاستعداد للمهرجان. الحقيقة دكتور يحيى كل الاجتماعات كان فيها، كل التفاصيل كان بتتعرض عليه، وكان يمكن أنشط واحد فينا فيما يتعلق بتنظيم المهرجان. بوجه لك الشكر تاني دكتور يحيى. طبعا الشركة المتحدة داعمة للدراما وداعمة للفن، مش عايزين بس نشكرها على وقوفها مع مهرجان القاهرة للدراما، لكن كمان احنا بنشكرها على مهرجان العالمين الحقيقة اللي أدهشنا جميعا. بنوجه برضو الشكر مرة تانية للشركة المتحدة، وبنوعدكم كمان إن شاء الله في الحفلة حفلة المهرجان يوم 24 إنها تبقى حفلة رائعة رائعة، وإحنا محضرين لكم إن شاء الله مفاجآت كبيرة تليق بالدراما المصرية وتليق بالفن المصري وتليق بمدينة العالمين. شكرا جزيلا. الأستاذ جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي، بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. السنة دي هيتم إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين الجديدة بالنورث سكوير مول، في مدينة ساحرة قدرت الدولة تنفذها في وقت قياسي بأعلى المعايير العالمية. خلينا نتعرف أكثر عن مدينة العالمين وحفل ستار سكريبرز أوردز من الأستاذ جورج بيتري الرئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز، واللي هيحدثنا أكثر عن التجهيزات والفعاليات اللي هتقام في حفل ستار سكريبرز أورد نسخة الدراما. تفضل. مرسي، ثانك يو. مساء الخير يا جماعة، وبشكركم طبعا، وإحنا متشرفين بالقامات اللي موجودة معنا، دكتور يحيى، مدام إلهام، دكتور أشرف وجمال. بجد يا جماعة إحنا، أنا هاخدكم في قصة طويلة شوية عشان إحنا موجودين في مدينة العالمين من زمان. إحنا كشركة كونسل إحنا مسؤولين عن creating commercial وtouristic destinations، فكان من ضمن الدراسات بتاعتنا واحنا بنشتغل ان لما بنيجي نقوم commercial destination في اي بلد من البلاد اللي احنا ذكرناها، كان باريس، دبي، كل الكلام ده دايما بيقوم على فن وموضة ورياضة، وده كان البيس بتاع الستركتشر اللي احنا بنيناه من اول الموسم السنة دي. احنا كشغلنا المين احنا جبنا الانترناشنال براندز، وصلناهم لمدينة العالمين عشان نوفر كوميرشال ديستنيشن، الناس تقدر تسكن، تبقى ريزيدنشال لوكيشن للناس تعيش فيها طول السنة، تبقى مدينة فعلا حية. اللي ناقص بيبقى دايما فن، ثقافة، ورياضة، وموضة. دي الحاجات اللي بتعلي من شأن المدن worldwide. احنا كلنا شفنا من كام يوم الفاشن شو اللي كان موجود في نفس المكان بتاع مايكل سينكو، انترناشنال فاشن شو. كلنا شفنا كل ابطال الرياضه بتوع الجيل الذهبي لما جم ولعبوا على البحر في العالمين. كان اللي ناقص ان المدينه يبقى فيها جايزه شابه بتكرم اللي اثر في مصر او الناس اللي عملت تاثير في مصر، اللي وصلتها ان هي يبقى عندها مدينه جميله زي دي. لما جينا بنفكر في اسم ستار سكريبرز بصينا المدينة، هي المدينة عبارة عن سكاي سكريبرز، أبراج على البحر. فكانت الفكرة ان احنا نكرم كل ما هو عظيم في مجاله، ويبقى اسم التكريم اللي بيتعمل في المدينة اللي بيطلع من المدينة شبهها، فبقى ستار سكريبر. وجت صدفة ان 60 سنة دراما استضافت القوة الناعمة اللي أثرت في مصر وأثرت في الوطن العربي، أثرت في الكالتشر بتاعتنا اللي بيتبني عليها كل ما هو موجود دلوقتي، موجود كمعمار، موجود كانتشار، موجود كإكسبانشن للبلد، هو اتبنى على القوة الناعمة. هي القوة الناعمة والفن، الدراما هي اللي بتوصل لكل حتة
all over العالم. فهو ده كان الفكر مع الشركة المتحدة في ان احنا نستضيف مهرجان الدراما السنة دي علشان يبقى هو البيس اللي يطلع منه تكريم اي تكريم اثر في المجتمع. لان يعني احنا شفنا ان اول حاجة ان التلفزيون او الدراما في كل بيت، فما فيش حاجة بتأثر في الناس وبتوصل للناس زي الدراما. فده الحز عليه يعني حزن عليه الشرف في ستار سكريبرز ان احنا نستضيف مهرجان الدراما السنة دي، وهيبقى فيه جوائز تكريمات للعظماء في المجال، للناس اللي أثرت في البلد، للناس اللي أثرت في الشعب، للناس اللي بنت في ثقافة المصريين. وطبعا يعني احنا بنشكر تاني الشركة المتحدة، بنشكر النقابة، بنشكر وزارة الثقافة اللي راعت الفكرة من اول يوم احنا عرضناها على معالي الوزيرة. ويعني الحمد لله احنا وصلنا ان احنا دلوقتي في اللوكيشن يوم 24 ان شاء الله هنشوف ايفنت استثنائي بشراكة مع الشركة المتحدة وبتنفيذ شركة انتراج. احنا فعلا كل الناس اللي موجودة بتعمل على هذا الحدث شايفة هدف انها تطلع حاجة ما شافتهاش مصر ولا الوطن العربي. احنا مش بلد صغيرة عشان حد يسحب السجادة من تحتينا، احنا بلد تقدر ان هي تنافس في كل المجالات، شكل، ديكور، شعب، ثقافة، فن، استثمار، تحضر، حضارة، تاريخ، كل حاجة نقدر نعملها. ازاي نبرزها، ازاي نبنيها، ازاي نخلي الناس تشوفها صح، وازاي نختار الاودينس المظبوط، هو ده اللي بيبقى ناقصنا، الادارة ثم الادارة. واحنا كشركة ادارة بنرحب بيكو 100%. احنا بنتمنى ان كل الناس تيجي في الايفنت يوم 24، هيبقى ايفنت فعلا استثنائي، ده وعد مننا كلنا، استثنائي بوجود نجومنا، بوجود الدراما المصرية، بوجود دكتور يحيى، بوجود كل النجوم اللي هيبقوا موجودين، بقوة الشركة المتحدة، بكل الديزاينز اللي معمولة. ان شاء الله فعلا احنا we will go step ahead. يعني قبل الايفنت ده هيبقى حاجة في ليفل ايفنتات التكريمات في مصر، وبعده هتبقى في حتة تانية خالص، العالم كله هيقف يتفرج عليه. Thank you very much. أستاذ جورج بيتري، نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر على هذه الكلمة، واسمحوا لي مرة تانية أن أنا أشكر دكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، ودكتور أشرف زكي نقيب المهر التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم للمهرجان، والأستاذ جورج متري رئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز، أيضا السيد جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي. الحقيقة يمكن بنشكر كمان كل القائمين على ستار سكريبرز أوردز دراما إديشن مهرجان القاهرة للدراما، وكل السادة الحضور والسادة ممثلي وسائل الإعلام اللي شاركونا النهاردة، نشكركم طبعا جزيل الشكر. دلوقتي